بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، قام السيد العماد علي عبد الله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة اليوم بزيارة تفقدية لقاعدة الشعيرات الجوية بريف حمص الشرقي. وجال السيد العماد على المواقع التي تعرضت للقصف، واطلع من قائد وضباط القاعدة على حجم الخسائر والأضرار المادية التي سببها العدوان والإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة ومدى فاعليتها. والتقى السيد العماد خلال جولته بالطيارين والفنيين واستمع منهم إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام التي ينفذونها وظروف العدوان الأمريكي الغاشم الذي استهدف القاعدة. وأثنى السيد العماد على الروح المعنوية والقتالية العالية التي أبداها قادة وضباط وعناصر القاعدة الجوية ورجال الدفاع الجوي، مؤكدا أن الجيش العربي السوري سيواصل حربه على الإرهاب حتى القضاء عليه. كما وجه السيد العماد بضرورة المحافظة على الجاهزية القتالية العالية والاستعداد الدائم لمواجهة كل الاحتمالات. بدورهم عاهد المقاتلون أن تبقى هذه القاعدة جاهزة للقيام بدورها في محاربة الإرهاب، وأن مثل هذه الأعمال العدوانية لن تثني رجال القوات المسلحة عن المضي قدما في اجتثاث الإرهاب أينما وجد على مساحة هذا الوطن. وفي ختام جولته قام السيد العماد بزيارة جرحى العدوان الأمريكي في مشفى الشهيد عبد القادر شقفة بحمص، واطمأن على أوضاعهم الصحية متمنيا لهم الشفاء العاجل.